يا هلا يا هلا، وايد متحمسة اني اعلن لكم التحدي الاول اللي من خلاله راح نفتح الباب للمشاركة في مسابقة نيكس أرابيا فيس أوردز. ندعيكم يا مواهب الميك اب بالعالم العربي تشاركونا افضل ما عندكم من ابداع وحس فني من خلال فيديو مميز تقدموه في خطوات لوك ميك اب من ابتكاركم. التطبيق ممكن يكون على نفسكم او على موديل، ما في حدود للابداع بالميك اب. الحين اقول لكم شنو الثلاث خطوات الاساسيه اللي تحتاجونها عشان تشاركون بالمسابقه. الخطوه رقم واحد، لازم تحملون الفيديو اللي سويتوه على اليوتيوب شانل الخاصه فيكم، واللي ما عنده يوتيوب شانل بسيطه دقيقتين بس تقدر تسوي القناة. والخطوة الثانية، حملوا صورة أو فيديو على إنستغرام، وضروري ضروري ضروري تحطون تحت البوست هاشتاج نيكس أرابيا فيس أوردز. الخطوة الثالثة وايد مهمة، لازم تعبون استمارة الدخول على موقع نيكس أرابيا فيس أوردز .com. ضروري 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 تسوون لينك حق اليوتيوب شانل مالتكم وحق الفيديو تحديدا، ولا ترى ما يقدرون يشوفون فيديوهاتكم. والتشيري اون ذا كيك، الرابح راح يطير معانا الى بلد النجوم والاحلام هوليوود لوس انجلوس. الحين همتكم نشروا الخبر للي يعز عليكم، ولا تنسون تراجعون شروط المسابقه على موقع www.nixarabiafaceawards.com. يلا شباب وبنات هجوم.